الوهم نصف الداء، والإطمئنان نصف الدواء، والصبر بداية الشفاء. هذه قالها ابن سينا، هذه قرون. وظنيت إلى استوعبناها وفهمناها وتبنيناها يمكن نخرجوا من أي تجربة صعبة، بالخصوص ديال المرض سرطان أو غيره. نعم. وإحنا بقوة أقوى. نعم. أستاذ جمال الدين ستيدي، يمكن تناولنا هذا الموضوع يعني بأشكال مختلفة وبصيغ مختلفة، ولكن كتبقى كذلك تجربة لها طعم خاص في البرنامج ديالنا، وكيبقى عندها واحد الوقع إيجابي على البرنامج ديالنا، بما أنه لالا فاطمة دازت من هذه الرحلة ديال العلاج وكان سند الأبناء والزوج كذلك، ويمكن حتى الزوج يتغير يعني ملي كتكون المرأة كتدوز من هذه التجربة هذه، وكانت تجربة لالا فاطمة بالخصوص. هنا بغينا نجيوك لدور الزوج فعلا، يعني كيفاش ممكن أنه يكون سند، كيفاش أنه يكون قوة إيجابية، كيفاش يقدر هو يفتح باب الأمل لمراته اللي تشاركت مع حياة ورحلة وأبناء، كيفاش هو يقدر ينوضها من هاد الأزمة هذه. هو أولا بالنسبة للمرض السرطان ربما تناولناها مرات عديدة، وأمراض مختلفة غير هو عنده واحد الخصوصية، لأنه أولا مكلف ماديا وتأثر على البدن وعلى المحيط كامل، معنويا على العائلة كاملة. نعم. وعلى المجتمع والأصدقاء. نعم. وعلى العمل إلى آخره. نعم. وقلنا ما فيها بس، وكنا درنا ذاك اللقاء اللي كنا درنا مع ذاك اللجنة الجمعية اللي دارت باش تعاون الناس نفسيا. نعم. وكنا درنا مع واحد البروفيسور الله يذكره بخير السي عزيز، على أساس أنه هو تيقول لك أنا محتاج الناس تكون مواكبة نفسية لا المرضى ولا المرافقين. نعم. حيث هذه حالة جديدة، هذه الحالة الراهنة ماشي هي الحالة. نعم. المنشودة اللي باش ما تأثرش. نعم. السير اللي كيتأثروا الولاد حيت كله تيتأثر. نعم. وتجربة احنا كانت عندنا هي ديال السي حسن مع الأستاذة نادية، ونهضر على السي حسن، ولكن أنا تناخذ هذه القضية ديال المرض، هو حيت كاينة عندنا أربعة ديال الدوات. كاين الدات المكشوفة، والدات القناع، والدات العمياء، والدات المجهولة. احنا الدات المجهوله شنو معنيتها؟ ما كنعرفها لا انا لا المحيطين. في المواقف كتبان، بحال في هذا الموقف ديال السرطان تيبان للواحد المعدن ديالو الاصل ديالو. اذا هنا السي حسن بان التربيه ديالو، الخصال ديالو كان بالروعه، مما راه كان عارف ينساها ولا بحال كيصحاب لينا هما واحد. في 4 الصباح صافي ينسى راسو الى يومنا هذا، وراه سنوات دابا. نعم. باقي هو اللي تيصايب الماكله، واللي كيصايب العصير الريجيم ديالها وهي ما كنقوات العلاقه، يعني كتزيد تقوي العلاقه. كتقوي العلاقه. ولكن انا تنقول لك كاينه قاعده تنقولوا، على قدر ما في قلبك سوف ترى. على قدر ما في يعني واحد ملي كنعصروا لافوكا يعطينا لافوكا. نعم. نعصروا الفريز يعطينا الفريز. نعم. المعدن ديالك تيبان. كيبان. اذا حنا بعض المرات كنشوفوا الدنيا خايبه، راه انت اللي خايب. راه الداخل ديالك خصو يتنقى، وتنقولوا حنا ما فيها باس مره الانسان القلب ديالو يقادو يديتوكسا شويه السموم والحياه، ثلاثه الحوايج كينقيو القلب عليه الغبره شي شويه، هي الشكر والتسامح. نعم. والعطاء، هادو يكونوا عندك. وحنا قلنا في هذه المسائل ديال المرضى ديال السرطان. نعم. وانا قلت لك انا السي حسن، ومن هنا تقدم له تحيه عيان شويه، الله يشافيه ويعافيه. جميع الناس ينتبهوا، الدنيا راه ما دايماش، هذه غير واحد الوقيته بسيطه غندوزوها وكتجمعنا مع واحد الناس. هذاك الموده، وحنا ناخذوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، حتى شنو وقع لينا فيه خير. حيت هذاك المرض انا تنقول، وكنت درت بحث في المرض، هو فيه نعم ممكن تنتبهوش ليها، وسميتها نعم المرض. نعم. رائعين جدا، الناس يتعرفوا عليهم. وبالنسبه للمرافق، يقدر يكون الزوج، تقدر يكون الزوجه. نعم. حتى الزوج اللي مصاب بحال السيد اللي تكلم. نعم. قعدت الانتظار. نعم. سمعت. نعم. وهذه تحيه يعني نداء للناس ينتبهوا للتدخين، راه مدمر. وها شنو تيدير مثلا؟ لا فاطمه، كيفاش خرجتي من هذه الازمه؟ وشكون لقيتي؟ واش يعني الزوج كان معك؟ واش بدلتيه اولا بدلاتو هذه التجربه هذه ديال النعم اللي تكلم عليها سي سيدي؟ شنو النعم اللي خديتي من هذا المرض؟ وانا كل نعمه، انا هاد لي بروف هادي وهاد هاد المرض هذا اللي يعني المرحله اللي دزت منها في المرض كنعتبرها نعمه. انا غيرت كلشي الموازين ديال الحياه ديالي الى الاحسن، منها بعدا قوه الايمان، يعني درجه الايمان كترتفع.
ما كتبقاش بنفس يعني كنتقربوا من الله اكثر. وكتبقى من ورا يعني رحله العلاج لان كاين اللي كيفقدها. لا كيبقى الخوف من الله وكتهبط بحال البنزين اللي درتيه في الطوموبيل. نعم. نعم عندك الحق. نعم. ولكن ممكن نخاف انها تهبط وغنرديها البال ما نخليهاش تهبط. نعم حيت الانسان كيبقى انسان. تماما. نعم. الحاجه الثانيه هو انك كتوريك هذه المحنه ديال المرض بخصوص السرطان كتوريك المعادن ديال الناس. كتوريك الناس اللي وقفوا معك منهم هنا فين غادي نطرقوا الازواج. بالنسبه للحاله ديالي انايا الحمد لله كان الدعم العائلي وكان السند من طرف العائله ديالي اللي منهم الوالده الله يخليها لي ورزقها الصحه اللي منهم الاخوه اللي منهم وليداتي واللي منهم الزوج ديالي. غير نبغي نقول بانه الزوج راه ماشي هو غير التكلفه الماديه ديال المرض خصو يخلصها راه هو دعم معنوي. هو شوفه هو كلمه طيبه هو سند هو يعني يطبطب على هذه الزوجه من يشوفها واحد الحاله نفسيه منهاره يشوفها كتالم يحسها بانه حاس بها. اللي كنشوفوا لحسن الحظ كاين ازواج ما شاء الله وكاين ازواج اللي كيتخلاو. نعم طبيعي احنا نبداو بالايجابي باش نبقاو ايجابيين. انا واحد المره تلاقيت مع زوج مع الزوجه ديالو في لاكلينيك فين مشيت ندير كونترول ديالي كيتعامل معاه بواحد الطريقه سبحان الله لحمه وحده كانهم زوج بحال اللي قال الاستاذ سديدي. يعني وقفت ليه تحيه واجلال. قلت لها شكون هذا السيد؟ قالت لي الزوج ديالك. قلت له كنحييك استاذ. جازك الله خيرا ما تصورش الاجر اللي عندك عند الله. وهاد السيده هذه راه غتعاونها تخرج من هذه المحنه وكانت يلاه غادي تبدا الدواء ديالها ومخلوعه ومفزوعه وحييته يعني شابو. نعم مع الاسف كاينين الناس اللي ما عندهمش ديك الطاقه يمكن باش يسير هذه الزوجه في المرض ديالها. وهذا لان احنا موالفين الزوجه هي اللي كتقابل المريض هي اللي كتقابل الزوج الى مرض ملي كتمرض هي كلها الموازين كتختل. ربما هذا الزوج ما عندوش الطاقه انه يسير هذا التعب ديال الزوجه ديالو وهذا المشاكل ديال المرض هي عيات هي كثرت هي وسدي وجيب ومضاعفات. دونك مع الاسف كاين اللي كيتخلاو ومع الاسف كاين اللي كيعيشوا هذيك المده ولكن كانه ما كاينينش. يعني لا قيمه اضافيه. نعم. اوكين فالور اجوتي كاين وما كاينش. نعم. هذا نعم. هو مع الاسف. نعم استاذ جمال انت يعني راجل ويمكن يعني تنقلينا يعني لدواخل الرجوله اكثر من انني انا نتكلم عليها. يعني انت كسند مثلا لمراتك يعني واش ممكن يعني توجد راسك مثلا الله يحفظ الله يحفظ مثل هذا؟ انا كالعكس انا كنت وقعت في واحد المرض يعني هذه اول مره تنقولها للمستمع والمستمعات. يعني 40 يوم وانا في الكوما. 40 يوم شحال هذه تقريبا من 1999 المراه شي روعه بمكان روعه بمكان. يعني انا ما تصوري انا ما كتنعش حداك 40 يوم ليل ونهار وعامين ديال فتره النقاهه. يعني كنت كناخذ مثلا الدواء نقول لك انا لي كومبريمي 21 وحده قبل الفطور. المراه حافظه شنو ناخذ شنو ما ناخذش امتى وغير كدير ليا هكا ما كيكونوا شويه الاعصاب. نعم نعم يعني عشتها انا راسك ضعيف. نعم المراه ما عمري ما غنسى يعني علاش المعدن ديالها اصيل العائله ديالها راه الحماق. نعم. عرفتي الاب ديالها راه لدابا الله يطول لي عمره عنده كذا و90 عام. نعم عرفتي والكلام ديالو حلو حلو حلو. ولدي الله يجازيك بخير كبرتي بينا جيتي عندي صايبوا ليه المخده صايبوا ليه. شوف شحال من عام دابا ديال الزواج يعني وباقي بنفس الصوره وبنفس كدا 30 سنه الحب الشكل ما شاء الله الله يزيد باقي كيتزاد هذا الحب العلاقه بحال انا وياها صحاب. نعم. نخرجوا وندخلوا صاحبي. نعم. الضحك النشاط وداك الشيء لكن هذه المواقف. نعم راه غير تيزيدوا يبينوا مي الحقيقه راه كاينه دائما. نعم. في المواقف تيبان الانسان. غير انا بالنسبه للمرض نشير ليه هو عطاتك فرصه تقرب لله انت هذاك المرافق فرصه حيت من بين اهم الحوايج اللي في الحياه من بين يعني هذاك العباده التعامليه هو العطاء. هذا العطاء جابوا لك الله يومي انت راه مجبر ديره. نعم ولكن تنطلبوا منك يكون اختياريا. نعم. احسن باش تستمتع. نعم. اختيارا ربي عزلك اختارك لهذا المهمه هذا الابتلاء. النبي عليه الصلاه والسلام تيقول لو ان اطلعتم على الغيب. نعم. لوجدتم ما فعل ربهم خيرا لان حتى هذا المرض طهور كما قال النبي عليه الصلاه والسلام طهور باذن جميع الذنوب تتحيدوا لك والناس
المرافقين. كذلك في الصبر اللي قالت الأستاذة، نعم الصبر عرفتي الصبر راه خصك تكتبوا بداية الشفاء. ودابا حنا من غير الشفاء يوفون أجورهم بغير، يعني شيك على بيان، يوفون أجورهم بغير حساب وبشر الصابرين. إن الله راه الحماق، يعني الإنسان راه خصو يعرف شنو هي المريض، راه معاك الله، راه الله في الحديث القدسي راه تيقول مرضت فلم تعدني. الله تيهضر تيقول كيفاش أنت الله تمرض؟ قال له مرض فلان ولم تعده، لو عدته لوجدتني عنده. ولهذا حنا ملي كنمشيو عند المريض تنزوقوا فيه يدعي معنا في معية الله. وتصور دابا أنت في الدار عندك ولا الله كاين، عرفتي راه اختارك الله. والراجل اللي مشى عند النبي عليه الصلاة والسلام قال لي من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قالوا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل من الناس. إذا ذاك المريض راه مع الأنبياء، إذا أنا نفرح نكون زوج لهذه الزوجة اللي عند ربي اختارها. الصحابة كانوا تيبكيو إلا ما مرضوش. هذا المرض حنا في اللاوعي عندنا معتقدات موت مرتبط بالموت، عنده علاقة بالموت، وهذا معتقد خاطئ. ما عنده حتى علاقة بالموت، الموت ما عندها أجل، لا صغير لا مريض، بدا كله بأجله. إذا حنا هنا خص المتابعة النفسية لا المرضى ولا المرافق. أنا بقيت نقول لا في الكلينيك ولا في المستشفيات، خص يكون مرافق نفسي. وشكون المرافق النفسي؟ حنا ما غنفرقوش، كاينين دي كوتش وكاينين دي بسيكولوج وكتار، وكاين اللي وحنا درنا جمعيه كنا مجانا غير مدو يدو، وكاينين دي بروفيسور حبدوا الفكره. الفكره هي باقا غاده، نعم حنا درنا ليها الشراره ديالها وبقات غاده. اذا حنا خصنا غير نغيروا المعتقد ديالنا. لكن كما قالت الاستاذه كاين اللي ما يقدرش الحياه، هو غير مؤهل لهذه المواقف. شخصيه يعني التركيبه ديالو ما يقدرش يهرب تماما، ماشي خايب، نعم تركيبه يجب اعاده البرمجه، نعم ولكن يكون عنده الاستعداد، حيت تكون عنده الرغبه، تكون عنده الرغبه يتغير. نعم كنساعدو الصغير يجي بسم الله باغي يتغير، مرحبا. حيت اذا ما تنقولوا كاع الناس اللي تيهربوا او راه ماشي لخاطرهم، راه تربيه. ولهذا حنا شنقولوا، حنا اي واحد عنده بونجه جديده حطيتي فيها جافيل عصرتي راه يخرج لك جافيل. ردوا بالكم لولادكم راه داك الشيء يعني اهلوهم باش يكونوا ازواج صالحين ولا زوجات صالحات. باش رافقتي نفسك نفسانيا لاله تماما، هذا الشيء اللي كنت بغيت نطرق ليه. ما عرفتي يمكن 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 شي حاجه ربانيه، انا ما عرفتش، يمكن شي حاجه كتكون في الواحد ربانيه. سبحان الله، ربي في الاول واخا كتجي الصدمه والصاعقه وهذا، من بعد جاني واحد ما نبالغش الا قلت لكم فرح، حيت فرحت بالمرض. انني ملي كنمشي ندير شي ميوثيرابي كنقاد حالتي ولد حويجاتي بحال اللي غاديه معروضه لشي، ماشي معروضه ما غاديش نبالغ، ولكن نمشي فرحانه. من بعد اكتشفت بان هذيك الفرح سميتو الرضا. الرضا داكشي اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، تفكرني وابتلاني وبغى يمتحني في الصبر ديالي، في الايمان ديالي، في كل شيء، وبغى يقويني من بعد هذيك التجربه. اذا هاد القوه وهاد نعتبرها واش قوه ولا تقبل، ولكن زدتي كاينه تماما، تسقلات. نعم تسقلات مع المرض، تسقلات. نعم اذا انا كنعكس، انا كنعتبر انه المريض مراه عاكسه مع لونتوراج ديالها، مع الوسط، مع الابناء، مع الزوج. وهذا ملي كيدخلوا وليداتني كيلقاوني فرحانه وهذا، واخا كنكون هذا كنحاول نستجمع جميع القوه ديالي باش نبان لهم بان انا ما معدله ما محنه ما والو. تيفرحوا حتى هما وتيعكسوا لي هذيك الفرحه ديالهم. اذا كنوليو كنعطيو لبعضياتنا واحد الطاقه ايجابيه، واحد الفرحه، واحد وكننسى انا بها المرض. نعم كنسى بان انا مريضه. ممتاز. يعني هذا هو اللي يمكن الغوص في الدواخل ديال واحد كيجبد شي حاجه مزيانه. نعم قوه، يمكن كانت ربما ربانيه، انا كنعتبرها ربانيه لان ما كانتش ولات. اللهم لك الحمد، هي فعلا ربانيه الحمد لله. سي تان دون، بعد ما كان بحال اللي بغيتي واخا ما تفسريه، ما تفسرش. نعم كتجيك الحاجه مثلا شي واحد عزيز عليك جدا، راه ما كتصوريش الفرق ديالو وتيموت، واحد القوه كتبان عندك ما تصورش، وانت اللي كتقادي وتصاوب داكشي كيقولوا شو هذا ما عنده قلب. نعم ربي تيعطيك واحد هذاك الالهام، واحد الراحه، واحد الراحه، وكما قالت الاستاذه الرضا بالقضاء، هذيك الرضا. وحتى الصبر ديما كنزيدوا ليه بنفس طيبه. الصبر انت راضي، انت راضي، انت راضي، هذا بدايه العلاج. فالصبر هو الرضا، يعني التقبل، كنتقبل فيه شفاء، الخلايا تتغير. حتى الحمد، ملي كنحمد الله كنحمدو بنفس راضيه. ماشي ايوا الحمد لله ما عندي ما ندير، هذه اللي خايبه، هذه اللي ما خصهاش تكون. الحمد لله وتكون طالعه ونابعه من القلب. حيت عرفتي شكون اللي كيسمعها؟ حنا ديما تنقولوا صادقه، كيسمعها اللاوعي. هذيك الطريقه باش قلتيها وكيأثر على الجسد.
هذاك اللاوعي خطير وهو غبي. الجمله اللي قلتيها والطريقه الحمد لله كترجعي للدار كيترجمها للداخل. تقول هذه دقدقه تنغندقدق ما كتقدريش تنوضي. وخلي القدر ينزل خلي القدر صافي كنستسلم حيت النتيجه اصلا ماشي في ايدينا ابدا. احنا تنديروا الاسباب والنتيجه بيد الله سبحانه وتعالى. ناجيه من تارودا انت اذا سمحتي استاذ جمال الدين سديدي ومكالماتنا الهاتفيه مستمره معكم على الرقم 0537709939. لاله ناجيه صباح الخير مرحبا. صباح النور اش اخبارك؟ الحمد لله. سير لشي بليصه فيها الشبكه قابطه مزيانه ولا الريزو شاد مزيان. لاله ناجيه الله يحفظك الله يسهل امرك. امين يا اختي. مرحبا بلاله مرحبا بك. حنا معك نهضر معاكم نهضر معاك دكتور. راه الصوت باقي شويه كيمشي لاله ناجيه. مرحبا لاله ناجيه. مرحبا تفضلي. بين هضر على واحد الولد عندي ما الاول عنده في لافاك. تبارك الله. ومدمن لي على واحد اللعبه في التليفون. وما ديالها في قرايه لا في والو. ودابا شحال في عمره؟ عنده 18. ايوا يعني راه غادي مزيان وصل لافاك. شبغيتي زعما تينجح وكل شيء ولكن هذا العام الله يبارك فيك هذا العام مدمن بزاف على الهاتف. ما عنده سوق نعاس ما تينعاس ما عرف ما كيفين نديروا معاه. واش نحيدوا هذه؟ لا ما تحيدي ليش. شكون اللي قريب ليه؟ شكون اللي قريب ليه بزاف يعني في العلاقه القربه؟ انت ولا راجلك؟ لا شكون لي صاحبي؟ انا اصلا كاع ما تلاقيه يهضرني كاع ما عاد نقول لي نمسحو ما تيبيني نمسحو. شوفي باه الا باغي يهضر معاه يخاصمو يضربو باقي يضربو لدابا. اييه واخا هذاك الشيء هو المشكل. اسمعي لاله ناجيه لاله ناجيه نعم. واش بغيتي تصالحي مع ولدك؟ ايه على بركه الله. النبي عليه الصلاه والسلام تيقول لنا كتبيها وكتبيها ديرها في الثلاجه في الصالون. ما كان الرفق في شيء الا وزانه. حنا كنربيو بجوج حاجات بالحب وبالقدوه لا للضرب لا للسب لا للتقديح لا للمقارنه. ممنوع هذه ماشي تربيه واضحه خصوصا ولدك في السن 18 سنه وغادي مزيان. ديري مع كيما زعما وانت نحاول باش نطبق داك الشيء اللي كتقول ولكن ما عرفت انا حتى انا اصلا نيت معصبه بزاف. ها ولا لا ناجيه فهمتي اش كديري دابا؟ وانت كتعكسي داك الشيء اللي عندك كدوزي اللي دوزتي ليه ملي كنتي حامله به هو باقا خدامه كدوزي ليه. دابا غادي نطلب منك واحد الشهر نسميوها مرحله ديال الهدنه. هي بينك وبين نفسك غتركزي غير على الحوايج الزوينين في ولدك. بحالاش؟ في اللباس ديالو ما شاء الله عليك عجبني هذا اللون اللي خديتي خصنا نبقاو ناخذوه. واش كدير شي رياضه بلا ما نعرفوا؟ واش تكواك مزيان؟ ركزي غير الحوايج الزوينين دابا. لا غير تغافلي بحالك هكا تنقول عليها دكتور ولكن يقول لي حيدي من حدايا ما تكلميني حيدي تصبعيني. ماشي مشكل عرفتي علاش؟ حيت عنده تراكمات. حيت كل واحد فينا عنده واحد البنكه كتسمى بنكه المشاعر. كل ما كنتي كتنقري بزاف وكتلاحظي بزاف وكديري الوعظ بزاف كتسحبي من المشاعر ديالك عنده يعني المكانه ديالك كتقل عنده. دابا غادي نصحو عاديه حيت كل واحد فينا بحال شي شجره اما كل نهار كتقطري عليها واحد قطره جافيل اولا كتسقيها. كنسقيو حنا بالكلام الطيب وقلنا وتنقولوا الكلام الطيب رفعه الله والحلال لا نجي. دابا انت شهر ما تقولي لي لا عندكم تحبسوا عليه التليفون راه غتخلصوه غالي. قال لي بابا حيد عليه قلت ليه ما قوليه ابدا قوليها ليه الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان الرفق في شيء الا وزنه وما نزع الرفق من شيء الا وشانه. يعني راه غدمروا هذاك الولد وغتفقدوه وصحاب الحسنات راه موجودين. لا دكتور خفنا لا نخلوه شكون حنا بعاد عليه شويه لا يبقى مدمن عليها ما تلينجح ما تلينجح. أنا ما عرفتش واش كاين حد عندك شي حد الا قلت لك انا شي حاجه شي فيديوهات تكتبيهم وتعطيهم ليه وصافي. ممكن كاين شي حد نفتي عليك؟ لا انا غنفتي ولا تسجلوا راه كيتسجلوا بعض المرات في اليوتيوب راه كيكونوا الحلقات كلها الحلقات غتكتبي ليس بالعربيه ليس براون ليس براون ليس براون ليس براون ليس براون بين قوسين حلمك
حلمك اجيني في التليفون نجبدو في التليفون اليوتيوب في اليوتيوب كاين مزيان غتكتبي عاوتاني التاوليه تي والدالو ليا تي دي تي دي هذه قريبه من سيدي تي دي جايكس جايكس تي دي جايكس وكتبي بين قوسين الشجاعه إيه وبين قوسين واحد اخرى المولود قادم المولود قادم مزيان هانتي تهنيتي ولكن بالموازات لمده شهر إيه كان حماق عليك يا ولدي فرقي ما بين السلوك وما بين ولدك ولدك غزال واخا يكون مدمن يدير اللي بغى كان صح العلاقه بينك وبينه زعما الله يجازيك بخير السلوك ديالو الله يعمر هدر كلشي باش يشكره ولكن هذيك ادمان في هذيك القرطه اللي خص اللي مدمن فيها لا لا نجيه نعم تبيعيه اه تبيعيه لا تخلعتي ايوا باش الناس كيقلبوا على على الصلاح وانت ولدك عندك الصلاح والاخلاق ديالو مزيانه ها باخلاقي انا راقي وبأعمالي أنا باقي وبحبي للرسول أسبح بالأفاق الدعاء السجود زوجي في الله ييسر له أمره ولكن أحسني علاقتك به وكل شيء غيولي بخير بخير وعلى خير إن شاء الله وبإذن الله شكرا لك أستاذ جمال الدين سديدي مرحبا غنحاول إن شاء الله في هذه الساعة الثالثة غيكون معنا موضوع يعني مثير جدا ألا وهو يعني تصوير شخص في حالة خطر عنف ضرب اعتداء جنسي تماما أستاذ سديدي ممكن تكون مرة ممكن يكون راجل جل وليد صغير واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة هاد الفاعل أو الفاعلون يعني كيتلددوا يعني بهذا التصوير هذا اليوم إن شاء الله غادي يكون معنا الأستاذ عبد العلي الصافي المحامي بهيئة قنيطرة والباحث كذلك مشكور في علم الجريمة غنتكلموا على هذه الظاهرة الداخلة المنتشرة في المجتمع ديالنا من الجانبين القانوني والسوسيولوجي على رقم 0537709539 تواصلوا معنا في ساعتنا الثالثة شكرا أستاذ لالا فاطمة مرحب بك دائما كنت تجربة رائعة شكرا جزيلا كنت طاقة إيجابية كبيرة نتمنى إن شاء الله لك مني كل احترام ومن كل مستمعات والمستمعين ومنهم إيمان الشرادي اللي كتسجل لنا حلقاتنا في اليوتيوب كتسلم عليك بزاف كيسلموا عليك الناس في الفيسبوك وكيقولوا لك تبارك الله عليك الله يبارك فيك نتمنى الحمد لله أنه يكون شي وقع إيجابي على الناس كلهم اللي استمعوا لي دابا غادي يكون بخصوص النساء اللي عانوا او كيعانيو من سرطان الثدي نورتينا تنصحهم بالرياضه الرياضه والتغذيه الصحيه ويتهلاو في راسهم غنتهلاو في راسنا لاله فاطمه شكرا جزيلا شكرا لك لاله فاطمه